ان انت يكون عندك لعيب مميز ولعيب قوي جدا في صفوفك، بس صعب ان انت تلاقي لعيب بقيمه وائل جمعه وبطولاته وتاريخه وشخصيته. ركز على شخصيته دي، شخصيه كبيره جدا جدا في الملعب، صعب ان انت تلاقي في الفتره الحاليه بشكل عام يعني في الكره المصريه بشكل عام، مش بتكلم على مكان معين بالتحديد، لعيب بمميزات وائل جمعه، كابتن وائل جمعه، نجم كبير جدا جدا. كل سنه وانت طيب يا صخره، وعقبال مليون سنه ودايما متالق. هو النهارده بيتم عامه ال 44 وحقق العديد والعديد من البطولات مع النادي الاهلي. خلينا نتكلم شويه على كابتن وائل جمعه اللي لعب 399 مباراه مع النادي الاهلي. متخيل الكم؟ متخيل عدد المباريات؟ ما شاء الله 399 مباراه مع النادي الاهلي، مقسمه الى ايه؟ 241 مباراه بالدوري، 18 مباراه بكاس مصر، وسته سوبر مصري، 6 و14 او 114 عفوا مباراه في بطولات افريقيا المختلفه، و11 كاس عالم للانديه 11 مباراه، وتسع بطولات او تسع مباريات في البطولات العربيه. سجل قد ايه بقى كابتن وائل جمعه؟ سجل 16 هدفا بقميص المارد الاحمر خلال 13 عاما، مده كبيره جدا اضاها داخل جدران القرعه الحمراء، وده مثل يجب ان يحتذى به من قبل لاعيبه النادي الاهلي، لعيب بحجم وقيمه وائل جمعه. البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي 31 لقبا مختلفا، متخيل ايضا عدد البطولات؟ متخيل هذه الاسطوره كابتن وائل جمعه؟ خلال مسيرته مع النادي الاهلي 31 بطوله، 8 دوري ممتاز، 3 كاس مصر، 7 سوبر مصري، 6 دوري ابطال افريقيا، 6 وائل جمعه لوحده، 6 دوري ابطال افريقيا، 6 بطولات كأس السوبر الأفريقي، لقب وحيد في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وبرونزية كأس العالم للأندية عام 2006. كل سنة وأنت طيب يا صخرة، وعبال مليون سنة في مزيد من التألق، سواء كنت لاعب طبعا أو محلل أو في أي أمور تانية أو أهداف أخرى بالنسبة لك خلال الفترة اللي جاية، سواء إدارية أو فنية، نتمنى لك دايما كل التوفيق فيها. كمان عمرو جمال عيد ميلاده النهاردة، لاعب النادي الأهلي السابق واللي انتقل حديثا لصفاقسي التونسي، أيضا بنقول له كل سنة وهو طيب ولاعب من اللاعبين المميزين اللي أكيد نتمنى